اهلا بكم بلادي العزاز، وحشكم بزاف. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبخير يا رب العالمين. الفيديو تاع اليوم خصيصا لولادي نتاع البيان، اولا نقول لهم كل شيء مبروك، ربي يفرحكم ان شاء الله وعقبال نجاحات اخرى ان شاء الله. والاساس والفايده هو الفوز بالجنه، ربي يصلح فيكم ان شاء الله. قدر والديكم انهم وصلوكم وكانوا بجنبكم مشوار كامل. الفيديو تاع اليوم عن الناس تاع البيام، على الوالدين. عند نقاط راح نحكي عليها في هذا الفيديو. اولا ما تنسونيش فقط بدعم القناه بالبصمه وبالبارتاج، فضلا يوسع امرا. ولو ما اشتركتوش نقول لكم اشتركوا معايا باذن الله، تلقوا امور يعني طيبه في هذه القناه. قلنا على البيام الناس، طبعا راح نقسم معكم متقاسم معكم واحد الفيديو تاع واحد الشخص عجبتني المداخلة تاعو، عجبني الكلام تاعو. إن شاء الله فقط نرجعوا لعوايدنا ولعاداتنا وتاع زمان اللي كانت فيها الخير وكان فيها البركة وكان فيها الحنية وكان فيها التراحم، وكان الجار يحس بجاره، وكانت يعني كما نقولوا الجار قبل الدار. اليوم حس ما شفت يعني الأيام اللي فاتوا، هذا النهار اللي فاتوا، نجحت الله يبارك في البيان ما شاء الله. لكن في ناس لما تفرح ما تعرفش تتحكم في العاطفة تاعها، علاش؟ الله يعلم. تغيرت الناس، كانت تحس بعضها كي جار مثلا عنده وليد ولا بنيته الله لا يقدر ما نجحوش، جارو يحس به. صدقوني انا بناتي من كانوا صغار نجحت واحدة من بناتي، وبنت الجارة ما نجحتش، ما قدرتش نزغرت البنات. كي قلت لها بنتي نجحت، صدقوني قلت لي كيفاه ما زغرتي؟ قلت لها لا لا لا، قلت لها ما عطانيش قلبي بنتك يسرى، ما نجحتش، ما نجمتش. جات لداري لبيتي ودخلت البيت وهي زغرتت لي، قالت لي علاه؟ ربي يعني يقدر عليها بنتي، الله غالب ما نجحتش. بصح مش معناها حتى بنتك ما تفرحيلهاش، والله جات زغرتت لي يا البنات في الدار. وطلبت منها السماح، قلت لها تسمحي لي يعني ندير شويه كاطو بلا كاش حد يجيني الدار ولا منا. قالت لي جاتي راكي مسامحه. فهمتوا الدنيا هذه ممكن تصرى امور كيما هك، ممكن انسان ما ينجحش، ممكن انسان يكون من لي زيكسيلون. وشفنا وانا عش شخصيا جارتي واحده اخرى بنتها ممتازه، ماشي بشهادتها هي، بشهاده المعلمين تاعها. اذا وكي جات للباك مسكينه قالت لي يا طاطا والله العظيم الورقه نشوف فيها كحله من الخلعه، رغم انها امها عمرها لا كانت من الناس اللي تفخر ببنتها يعني تجيب دي معين منا. انا شهاده الاستاذه قدامي هذا شكرت فيها، قلت لها اخلاق والتربيه والقرايه ما شاء الله، كيفاه المعلمين كنت تخلعوا المعلمين تشوكوا، قال كيفاه ما نجحتش. يعني تصرى امور، هذه انسان ما يتعظمش، انسان يكون واقعي. القرايه هذه كي تقريها تقريها لنفسك، تقريها لحياتك، يعني مستقبل تاعك تبني فيه. الوالدين كذلك حجبوا على اولادكم، استروا على اولادكم، العين حق. انا واحده نعرفها صرا في بنتها العجب هكا، وهي بنتي جابت 9، بنتي اكسيلونت، بنتي هكذا بنتي هكذا. جا نهار بنتها هودت، قالت لي منا باك تفكرتني، قالت لي انت كي عمرك على عمر لا قلتي بناتي جابوا ولا قلتي ولدي جاب، وعلاه؟ قلت لها يا اختي العزيزه يعني واش من موضوع، انا كي نهضر حوايج هادي، بنتي جابت ولدي قرا لروحو وقرا لوالديه، بنتي كذا تقرا لنفسها مستقبلها تقرا لوالديها، علاه نفخر بهم؟ واش معنى؟ واش معنى؟ راني قلت لكم بعد حتى ما عندها حتى معنى. لكن الناس هبلات. انت يرحم بابك وقد تعيط للناس. اشو الو سميره روحي تسقهوي غير الغدوه. الو سميره روحي تغدوي، روح بعد غدوه من داك هما يروحوا يسقهوا ويروحوا لها رازقه. مبروك مبروك مبروك، فهموا هو جابوا ب10، جابوا ب10 واحد يدير علاج الدوحه فنات مسخري بيا انت. سبحان الله هادو صحاب 19، هادو اللي تجيبوه ب 19 و18 هادو تلقاهم دار تاع مخاخ، شايف دار تاع قاريين عندهم العقل، فاهم؟ على باله هو يفورمي في وليده ولا في بنته، على باله، على باله بلي وليده يقري فيه باه يخرجوا دكتور ولا يخرجوا حاجه. اما هذو ما يرحم باباك الزخان من الفخان، شنو التخلف هذايا؟ شنو هذا يا صاحبي؟ يعني حبيت ترجعوا هنا عاده في المجتمع، يعني غدوه هذه اللي جات تهني الرزقه هذه لازم غدوه وليدها كي يجيبوا لها بنتها زيد فرصه راجلها باه يدير حفله. يعني اش التخلف هذا؟ هي جاب البيام عادي عادي سبحان الله، وعندو الناس المثقفه الناس القاريه
كفا جا وليدي البيا من دي فاكونس ولا حاجه ولا ولا ندير حفله وندير عرس ونزيد نغير هذوك اللي ما جابوش يعني نزيد نزرع الكراهيه واللي جارك باسكو ما جابش ما جابش وليدو يولي شغل مجيني منك والطفل هذاك اللي ما جابوش ثاني تشوفك دير له حفله ثاني يعني النفسيه تاعو تولي انورمال يا خلاص سبحان الله هذه حاجه طبيعيه في الحياه عند الناس المخاخ يخطيكم الزوخ والفوخ هذا زوخ وفوخ هذا مكان ما عنده حتى معنى روح نديرو حفله نديرو قهوه ويجوا باركولي راتي قصابه محقوبه ان شاء الله للدكتوره محقوبه ان شاء الله للعلم الو شنو هذا يا ناس واش هذا يا ناس كونكم رجال نتوما كونكم رجال وسيروا نتوما شنو هذا راه لكلي صال انا يا جاب البيام الله يسهل عليه غدوه انا وليدي ما بيجيب البيام نورمال جابو مازال اكفا مطنك وليدي راني نصرف عليه ونشلو في الحوايج ونخلصلو في ليكور بلا مزيتو جيبو بلا جد يما في مال حلو في جيبو كيف انا نفست عليه في العام نفست عليه واحد 50 مليون باش ما يجيبوش يجيبو هو اللي ما جابوش عادي ما جابوش خلاص حبسوا لنا هذه التفاهات حبسوا لنا هذه الصالات وهذه القهاوي وهذه الامور وانت مرتك هي عرضوها يقولها ما اي عرضتها فلان نشرب قهوه يقولها بلا جدك ما تروحي اقعد واش هذا التبهليل هذا نديروا صاله باسكو جابت اخرى وكيف صدروها هذه هذوك هذه جابت البيام هذه صدروها نديروا لها كرسي وصدروها ونجوا كاع نسلموا عليها مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك هي جابته ب 10 يعني نقول لك هذو صحاب 10 هما اللي داروا الامور يجيبوه 18 و19 تلقى باباه طبيب انجينيور على بالو واش يدير او يفورمي في وليدو باه يخرجوا دكتور اما هادو ما تاع المهابل تاع 10 10 ونص و11 هما اللي يديروا هذا التبهديل وهذايا وهذا هذا الموفيسور اللي درته اليوم انا ماذا بكم نحو لنا هذه العادات وتاق عليك افرحي بوليدك الله يسهل اما باش هادو لي فوفري تاع صاله وتعرضي لنا الناس ونعرضوا الناس ونجوا الغاشي ونجوا كاع نقعدوا نقصروا ونحكوا على واش باسكو فلان ولا فلان جاب البيا ايه هذوك هذا سبحان العظيم يعني ماذا بكم بدلوا هذه العقليه هذه العقليه هذه راه تزرع الكراهيه انك انت تقدر دير وانا ما نقدرش ندير دوك انا لو كان زعما مثلا انا بنتي جابته وانت بنتك جابته انت درت لها حفله وانا ما نقدرش ندير حفله درت لي مشكل درت لي مشكل سبحان الله يعني اذا يحاسب خوه جاب البيام عادي نورمال عادي جاب البيام يدي وليدك فواياج شوف الناس المرقة جابوا وليدك بيام يدي معاه فواياج في الصيف قال عندك فواياج فلان نديك معايا طلع تحوس هذه هي السلام عليكم اليوم فهذوك اللي خسرتهم درت صالة ودرت قهوة ودرت كذا هدوا روحوا فواياج بهم هذا ما كانش يشافكم ما كانش يسمع بكم ما لا ماذا بكم بدو هذه العقلية وانت اللي نعاود لك اللي عرضت قالت لك روحي للصالة ما تخليهاش تروحها ولا اقعد هنا ما ترجعوناش عادة ما ترجعوناش باللي لازم علينا لازم علينا نديروا قهاوي كي يجيبوا ولادنا البيام هذا تخلف هذا هيا السلام عليكم يعطيك الصحة خويا في الكلام اللي قلتيه يعني كلام منطقي وكلام معقول يعطيك الصحة فيه إذا الأميمات نداء يعني للأم للعائلة يعني الأب والأم إذا وليدكم جاب 10 يعني ماشي حاجة يعني الإنسان يدير عليها صال دي فات ويكبرها وكاين ناس ما داتش تقعد في حرقة في قلبها تزيدوا عليهم كاين مش قادر يدير الشيء حد يديره انتم يضطر انه يروح يسلف ويدير الديون باش يدير حفله ويدير الصغاريت وزنباليطه زيت وزنباليطه كيما قال يعني شويه الانسان يحتفل على قده فقط ما تكونش حاجه فهمتوا واحد يقدر يدير واحد ما يقدرش يدير يولي هذاك يحقد على هذاك واحد يحسد في واحد وتولي الحقده بين الاولاد هو دير وانا ما درتش هو نجح وانا ما نجحتش هذه يعني تاع ربي سبحانه واللي ما نجحش العام هذا ان شاء الله العام الجاي ينجح ويجيب معدل مليح المهم سي با لا فين دو موند كيما يقولوا الاخر المهم حسوا بعضاكم اللي فرح وفرج عليه ربي ونجح يحس بجاره يحس بحبيب وفاميته اللي ما نجحوش ما تكونوش يعني تكون عندكم اساءه غير مباشره وما درتولهاش حساب باش الناس الاخرى ما تنظرش هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم نصائح هايله من عند هذاك السيد ونتمنى ان شاء الله تكون الرساله تاعي كذلك وصلت لانه عن جد احنا جزائريين لما نحتفلوا تجي عندنا فرحه ما نعرفوش نتمسكوا في عواطفنا في الدقيقه هذيك راني عم بالي باللي الامهات والبويان تعبوا بزاف في جره اولادهم في القرايه راني عارفه ماشي سهله لكن بالعقل بشويه فهمتوا ما تكبروهاش بزاف حتى على الواحد على العين على ولادكم حق حافظوا على ولادكم وحافظوا على ذاك المسار الدراسي باش يبقى دائما مستمر وما تنسوش الدراسة مش غير وحدها الدراسة تسبقها التربية والتعليم راني نوصي ونقول التربية والتعليم هذه هي وانتم قولوا لي وش رايكم في هذا الشيء اللي قلناه اليوم
خلوا لي تعليقاتكم على الفيديو ومرحبا بكم. مبقى لي نقول لكم غير تهلوا في روحكم، الى فيديو اخر. سلام.